هذه الفعالية من ضمن أولمبياد السلام اللي بيضم عدد كبير من الألعاب، منها كرة القدم لذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة معصران واللي مشارك فيها 4 فرق، بالإضافة لكرة الطائرة مشارك فيها 6 فرق التي تقام في كفرنبل. الهدف من إقامة هذه النشاطات هي من اسم أولمبياد السلام هو لتعزيز ثقة السلام والاستقرار في سوريا إن شاء الله تعالى في الأرض المحررة.